السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ بخير مزيانين، احوالكم طيبه، كلشي بخير. انتما كتشوفوا اخوتي 8:45 دقيقه ديال الصباح، جبرتوني في بريبيسكا، هذاك البويبلو اللي كنت ضارب فيه 12 سنه. ها كنيسه كاريطاس اخوتي. المهم جبرتوني دابا غنمشي للاوتوبوس طالع بحالي ان شاء الله. مبروس غنمشي للبويبلو فين خدام. دابا هاد اليومين كنت جالس كنريح يومين في السيمانه، كنجيني هنا حيت على حسب شديت واحد السكنه هنايا، اجيت فاميلي ديالي ني هنايا كتسمى ويا هادك، وانا خدام وعندي الدار تما عاوتاني في الفيلات. ولكن ديسك نهار يومين دار راحه كنجي ندوزهم هنا. وداك الفيلاج هذاك راكم عارفين اخوتي، الفيلاج قديم ما عاد لا داعي لي دوك الاسم ديالو وداك الشيء، الانسان ما يبقاش يعاود كل شيء. ولكن المهم حنا خدامين في واحد البويبلو حدا قريب من بوكروس، في نفس الوقت يعني فيه 200 د الناس ما فيه والو. انا عندي الدار تماك كتسمى خدام تما. المهم الانسان كتسمى خدام تما وصالير مزيان شويه، ماشي بحال هنايا هنا الصالير شويه ناقص. ولكن المهم كتسمى كاري هنايا، وكنجي يومين في السيمانه. ما يقول لك بزاف، حيقول لك غتقام عليك، غتقام عليك الترانسبورت بزاف. ولا ترانسبورتي منين انت تماك؟ ما يعني كتقام عليا تقريبا واحد 12 الاور. المهم كتسمى اخوتي كنريح يومين في السيمانه، كنجيني هنايا كندوز مع فاميلتي صافي. يا دوك عاوتاني كنا باك كطوكر فيا يومين هاد السيمانه، السيمانه خير تقدر تطوكر فيا مثلا سبت وحد على حساب هاد. ولكن الانسان كتسمى المهم قاضي حاجته هنايا، كاين كلشي هنا، الطبيب هنا، المدارس هنا، هنا كلشي موجود. كتسمى الانسان اللي كان خدام هي هي الحقيقه اللي كنتي خدام هنايا وقع مزيانه شني هنايا. عاد ثاني كتلقى المياه تصلي غير من 900 فوق 900 الف 1100، خصك تخدم السوايه تخدم هادي باش لا تكاله. ولكن حاجه اللي مزيانه هنايا باقي كي ناقص شي حاجه، يعني تكري الدار هنا 300 305، هذا هو دماغ الكرا طلع اخوتي هنايا. الكرا طلع في واحد الوقت ديال كانوا كيسوا غير 200 الاورو هنا 250، دابا الازمة راه فيما مشيتي الكرا طلع. دابا جبرتني عام تما حاطة الطوبيس، الصراحة البويبل والله الما كيزيد غير زيان، عرفتي يدخلوا بزاف ديال العائلات المغاربة هنايا مؤخرا. ها الباركي هذا زادو 6 فولوم عليه ديال فلوريدا. المهم اللي متبعني من الاول راه كيعرف هذا الفيلاج هذا، جوج ابتدائيات اعدادية بزاف ديال يعني الصوالح عندهم هنايا. انت الباركي كبير هادي، كاين الواد كاين الجبولة في التسارة كاين كلشي. دابا انا ماشي اخوتي عامل موتيلة في طاري مغطي بالقبية، كيجي من الله شي واحد اللي كيقرا في الانستيتوت في بوغوس ولا في الجامعة. انا طالع بحالي دابا شفت الاوتوبوس هنايا، وهنا كاين كلشي اخوتي، كاين حتى الترن باش تكونوا عارفين. المهم الانسان مخبع هنايا، بغى شي حاجه يطلع من فيتوريا، بغى الكوارط ديالو مسال ديالو يطلع من بوغوس. شنو هي واحد الحاجه اللي صعيبه هنايا؟ البرد. بوغوس وبريبيسكا ليغما هاد المنطقه هادي بارده بزاف، خصك تسنى يفوت شهر 5 ساعات بيزيان الحال. المهم انا وصلت للبار هذا، كيجي الطوبيس تسعود 59 دقيقه غيكون بوغوس. انا كنمشي من هنا بوغوس بربع اور، ومن بوغوس فين ساكن كنمشي بجوج الاور، يعني كتقام عليا 12 الاور، 6 اور في المشي و 6 اور في المشي. فهمتوني اخوتي، هادي هي الباردة ديال الطوبيس.
انا اخوتي انا جبتني في محطة بوغوس او ما اخوتي اصحاب الحلا ومعناه او معناه اصحاب او من ده اش نقول لكم اخوتي جبتني بوغوس على اخر محطة الناس اللي عايشين في بوغوس راكي عارفه البلاصه هاد. المهم انا عاودكم شنو وقع لي في المحطه، اقسم بالله اخوتي اللي بغيت يقني تيقني، بغى ما تيقنيش ما تيقنيش. المهم انا قطعت البيا واللي رمى دابا هي بوغوس 15 جوج طا 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 في 10:45 عندي الطوبيس اللي رمى. فاش قطعت البيا قبل من هذاك صورتكم واحد اللقطه باللي كانوا تما الناسيونال صافي، بقات تما هذيك الساعه دائما كيكونوا تما كيكونوا تما. المهم دائما خصكم تردوا البال من 9 حتى عندك 11 10:30 دائما ردوا البال، بوليسيه ناسيونال كيكونوا تما. المهم هما مشاو في حالهم هذوك الناسيونال اللي كانوا باركين تما اللي كانوا واقفوني شحال هذه شني. انا كنت واقف في الفيله كنستنى الزا تسالي تسالي نقطع البي. فاش قطعتنا الزا صافي شويه حنا حيد هما كانوا عساسين عليا حجوج ما كانوش لابسين عليهم فهمت، جوج كانوا ما لابسينش عليهم عساسين عساسين صافي. هي هذاك بقيت كنستنى غير مشيت نفحال يا خوتي قسما بالله غير خرجت من ديك الطاكيه قطعت البيه خرجت هو يوقف عليا جبد لي بلاكا اولا دوكومونطاسيون بور فابور وانا نقول له خو داك سيم بريميس تاي سباراندو قلت له جيبو هاكي 18 انيوس خليه لنو جيب اسني كون تيبو دي خاتيس ماريجوانا تاتا قلت له ما نجيبو نادا ما فتشوني ما والو غير طلب لي ريسيدنسيا ضرب لي في اورديناتور من عندي عندك في الاخر دوك ضربوا لي عيطوا النمره ديالي وشافوني ومن بعد مشاو في حالهم. ردوا بالكم اخوتي كما اخوتي في المحطه ردوا بالكم اكثر هي المحطه في بوغوس كبيره ردوا بالكم في الصباح اقسم بالله لا كيكونوا تما بوليسيه سيكريتا. انا مؤخرا كيوقفوني بزاف هاد البلاصه كيوقفوني فيها بزاف ردوا بالكم. الدراري اللي كتجيني هنايا هاد النواحي ديال بوغوس ما عندهاش الوراق فهاد الكويبلوس وهاد الدعوه مزيره. انا جيت عند السنديكاتو ديالي ديال الخدمه هما او سي او عرفتي واش هادي با ولا ايب. اخوتي خرجت من السنديكاتو ديالي يعطوني واحد الشيك تخلص فيه على حساب الخدمه اللي كنت فيها شحال هادي. ودابا انا جا المحطه باش نمشي اللي رمى فيه في 10:45 عندي الكار اللي رمى ومن تما نمشي على حساب غدا ان شاء الله الخدمه. المهم اخوتي الناس اللي خدام اللي عايشه في جهه بوغوس ما عندها شي لوراق وكتجي لهاد المنطقه هادي رد بالها ترد بالها بزاف حساب ما كنهضرش معاكم غير هيدا وصافي كنقول لكم اللي كاين. الصباح دائما كيكونوا البوليسيه سيكريتا تما او ما لابسين شي وقفوا عليا قلت لهم دائما كتوقفوني قال لي دائما كيوقفوا قلت له اه. المهم عتفت في الريسيدنسيه ديالي قال لك واش هز معاك شي نوع ديال المخدرات وهادي قلت له انا ما هز معايا والو انا هز موتشيله في طاري اخوتي ويا هذاك انا حدا المحطه دابا غنمشي لبنكو سانتاندر ندوز هاد الفلوس هادو من الكونطا ديالي وغنمشي للمحطه باش غنركب في 11 قل 4 هذا ما كان اخوتي. المهم انا قلت لكم قصه نعاودها لكم من جديد. انا فاش دخلت المحطه راه درت لكم فيديو كتبان فيه واحد الباترويه ديال الغوار ديال الناسيونال واقفه تما شويه مشات في حالها كيزالي صافي مشاو في حالهم ولكن هما كيمشيو في حالهم كيبقاو بوليسيه سيكريتا بقاو داك الحنه السيفيل ما لابسينش عليهم. انا كنت شاد الصف كنت شاد الصف باش نقطع البيه في الطاكيه في شباك التذاكر حتى اللباس كيخدم الدور ديالو الاخوان اللباس